إليكم نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى، وهذه عناوينها: القوات العسكرية تواصل تعقب مجموعة إرهابية متحصلة بجبل سمامة بالقصرين عقب اشتباكات تجدد بينهما فجراً. انطلاق العمل في المركز الحدودي فجب زيان بتوزر، ووزير الداخلية يقف على مدى جاهزية القوات الأمنية في تأمين الحدود. روسيا تستهدف بصواريخ أهدافاً لداعش الإرهابي قرب تدمر، وأمريكا تبدأ في توزيع أسلحة على قوات كردية في سوريا. في الشأن الأمني، تشهد جبال القصرين هدوءاً حذراً بعد اشتباكات دارت قبل ساعات بين تشكيلة عسكرية وعناصر إرهابية مسلحة بجبل سمامة، وقد تمكنت القوات العسكرية من حجز سلاح كلاشينكوف ومخزني سلاح كلاشينكوف وستين خرطوشة. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العقيد بالحسن الوسلاتي أن العملية تندرج في إطار تعقب المجموعات الإرهابية المتحصلة بجبل سمامة، مضيفاً أنها متواصلة لتعقب المجموعة والعناصر المصابة منها. أمنيا دائما، وخلال زيارة للمراكز الأمنية والحدودية المتقدمة بتوزر، أعطى وزير الداخلية إشارة انطلاق العمل بالمركز الحدودي المتقدم فجب زيانة. في إطار دعم المنظومة الأمنية وخاصة المراكز الحدودية المتقدمة بولاية توزر، قام وزير الداخلية الهادي المجدوب بزيارة تفقد لبعض الثكنات والمناطق الأمنية ومركز الحماية المدنية للوقوف على مدى جاهزيتها، وأشرف بهذه المناسبة على افتتاح المركز الحدودي المتقدم للحرس الوطني فج بوزيان بمعتمدية مغزى. حسن، الأول متاع تونس هي حدودنا، معناها المبدأ أنه دائما نكون يقظين أكثر ما يمكن، نبدأ أنه نكون مستعدين، تكون معناها فما اهتمام تزايد ببنيتنا الأساسية وبأعواننا وبأفرادنا اللي موجودين على الحدود، لأنه هذاك اللي هذاك السور اللي يحمي فينا. هذا مركز دشناه جديد ممتاز الحقيقة، إن شاء الله بشوية بشوية نجد معناها مراكزنا على الحدود الكل. زيارة وزير الداخلية إلى ولاية توزر اعتبرها ممثل النقابات الأمنية بأنها فرصة مهمة للمطالبة ببعض النقائص التي يعاني منها القطاع الأمني بالجهة، خاصة مطالب في الجانب الصحي، تعزيز معناها المساحة قوة الأمن الداخلي بسيارة إسعاف، بصراحة أهم مطلب للجهة. عندنا عدة وحدات ناقصة الإمكانيات البشرية وجملة من التجهيزات، عندنا وحدات تشكو من نقص في التجهيزات. دعم المنظومة الأمنية ولا سيما المراكز الحدودية المتقدمة بالعتاد والعباد من شأنه أن يساهم في مزيد تأمين حدودنا من جملة المخاطر الإرهابية والتهريب، ويبقى تعزيز القدرات الأمنية من أوكد متطلبات المرحلة الراهنة. عقدت اللجنة العليا لمتابعة قرارات رئيس الحكومة لفائدة ولاية تطاوين على خلفية اعتصام الكامور، عقدت اليوم بمقر وزارة التكوين المهني والتشغيل اجتماعا. هذا الاجتماع الذي لم يحضره ممثلو المعتصمين خصص لضبط طريقة العمل أولا، ولبحث مستويات تقدم تنفيذ القرارات المبرمجة وفق جدول زمني، والراجعة بالنظر إلى وزارات مختلفة ومنشآت وهياكل جهوية. وحسب وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي، فإن الاعتصام استؤنف أمام مقر ولاية تطاوين وفي طريق الكامور وعلى مستوى محطة الضخ التابعة للشركة البترولية هناك، ما قد يعطل الإنتاج ويفتح باب الاحتمالات المكلفة أي التوريد، خاصة مع تراجع الدينار أمام العملة الصعبة. الاعتصام اللي واقع على مستوى محطة الضخ البترول في تطاوين ولا يمس في الموازنات العمومية ولا يربك في النمو ولا معناها يمس في الحركة الاقتصادية. وزي ما تحدثناش على المحذور الأخطر من هذا، أنه الآن الشركات البترولية قاعدة تهدد بأن بالانسحاب، وقاعدة معناها تعد في ملفات متاع اعتبار هذا يؤدي مش فقط إلى أنهم يسكروا معناها الآبار متاعهم وينسحبوا، وإنما يؤدي إلى أنه يعملون معناها خطايا متاع تأخير. والخطايا هذه بلغت في 15 ماي في آخر اجتماع، أنا خذيت الرقم وقتها من وزارة الطاقة، بلغت 400 مليار.
في شهر رمضان يرتفع استهلاك مادة الخبز إلى مستويات قياسية قدرها المعهد الوطني للاستهلاك بأكثر من 130%، ما يدعو إلى ضرورة ترشيد استهلاكه. 900,000 قطعة خبز ترمى يوميا في شهر رمضان حسب المعهد الوطني للاستهلاك الذي يدعو في إرسالية قصيرة إلى ترشيد استهلاك هذه المادة الحيوية. وتفيد آخر المؤشرات الصادرة عن المعهد الوطني للاستهلاك أن استهلاك الخبز يرتفع في شهر رمضان بأكثر من 135%، سيما الباجيت، حيث تتكبد الدولة جراء ما يتلف خسائر مادية تتراوح بين 30 و40 مليون دينار. ويبلغ استهلاك التونسي لمادة الخبز سنويا 70 كيلوغراما مقابل 58 كيلوغرام للفرنسي و62 كيلوغرام للجزائري. كما تبلغ مصاريف التونسي على اقتناء مادة الخبز حوالي 200 دينار لكل أسرة. وحسب دراسة للمعهد الوطني للاستهلاك بعنوان 16 و2000، تقدر قيمة تبذير الخبز يوميا ب 300,000 دينار و100 مليون دينار في السنة. ويبلغ حجم الدعم الموجه لمادة الخبز سنويا 396 مليون دينار، أي ما يعادل 25% من الدعم الموجه للمواد الغذائية ككل. دوليا، ومن البحر الأبيض المتوسط تحركت القوات البحرية الروسية مستهدفة مواقع حربية لتنظيم داعش الإرهابي بمدينة تدمر السورية، والحصيلة تدمير عدد من مخازن الأسلحة وسقوط قتلى في صفوف عناصر هذا التنظيم الإرهابي. في تحرك وصفته روسيا بالدليل القاطع على استعدادها وقدرتها البحرية العالية، أمطرت سفينة بحرية روسية وغواصة في البحر المتوسط مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة بمدينة تدمر القديمة، مستهدفة مخازن للأسلحة الثقيلة ومقاتلين نشرهم التنظيم في المدينة بعد خروجهم من معقلهم في الرقة. وزارة الدفاع الروسية أوضحت أن هذه العملية التي استعملت خلالها 4 صواريخ من طراز كاليبر أصابت جميع الأهداف، وأظهرت أن الأسطول البحرية الروسية قادر على توجيه ضربات ناجحة من منظومات سلاح متناهي الدقة وفي أوقات قياسية، ومشيرة إلى أنها أبلغت مسبقا القوات الأمريكية والتركية بهدفها عبر قنوات الاتصال المخصصة لذلك قبل تنفيذ المهمة. وقد استبق سلاح الجو الروسي هذه العملية باستهداف عناصر من داعش كانوا في طريقهم من الرقة إلى مدينة تدمر بعد أن فتحت قوات سوريا الديمقراطية طريقا آمنا لهم، ما أسفر عن مقتل أكثر من 120 مسلحا من هذا التنظيم. وعلى وجهة أخرى من الصراع الدائري في سوريا، زودت الولايات المتحدة الأمريكية المسلحين الأكراد من قوات سوريا الديمقراطية بأسلحة ومعدات لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي تحضيرا لمعركة الرقة العاصمة المزعومة لهذا التنظيم الإرهابي. وتعتبر واشنطن أن هذه القوات وحدها قادرة على دحر داعش من معقله هذا، تبرير لم تقبل به تركيا التي ترجح أن تستخدم هذه الأسلحة من قبل الأكراد ضدها. ووسط هذه الجبهات القتالية، نشطت الدبلوماسية الفرنسية من أجل الدفع نحو حل سياسي للملف. فبعد أن التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس وفدا من الهيئة العليا للمعارضة السورية في باريس مقدما دعمه لضمان انتقال سياسي في سوريا، تأكد ذات الموقف خلال اللقاء جمع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بوزير الخارجية الفرنسية جون إيف لودريون، الذي أكد ضرورة التسريع باستئناف المباحثات السورية السورية بمشاركة ممثلين عن النظام كبادرة حسن نوايا. تواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية ضد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي لاستعادة مدينة الموصل، وقد شوهدت اليوم أعمدة الدخان تتصاعد شمال شرق المدينة، وتمكنت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة خلال معركة الموصل في الآونة الأخيرة من استرجاع عديد المناطق التي كانت تحت قبضة هذا التنظيم الذي يواجه خسائر كبيرة، ما دفعه إلى التكثيف من الهجمات الإرهابية. طالبت الأمم المتحدة بتحرك عاجل لإنقاذ اليمن من الانهيار الكامل، حيث يعاني ملايين الأشخاص من المجاعة، ويهدد وباء الكوليرا آلاف المدنيين اليمنيين بعد فشل الأطراف الدولية في الدخول في مفاوضات جدية تنهي الصراع في هذا البلد.
اليمن على حافة الانهيار الكامل، هذا ما أكده مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفان أوبراين، الذي قال في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي إن الوقت قد حان لإنهاء أكبر حالة طوارئ غذائية في العالم وإعادة اليمن إلى طريق البقاء. ويعاني 7 ملايين شخص تقريبا من المجاعة، فيما أدى تفشي وباء الكوليرا إلى مقتل 500 شخص، هذا وتتوقع الأمم المتحدة إصابة 150,000 شخص بهذا الوباء خلال 6 أشهر القادمة. وأرجع المسؤول الأممي معاناة اليمنيين إلى المتورطين في الصراع وإلى تقاعس القوى العالمية، مؤكدا أن الوضع يتجه نحو الانهيار التام اجتماعيا واقتصاديا ومؤسساتيا. وقد عكست تصريحات أوبراين وفق بعض المراقبين مشاعر الأحباط بسبب فشل مجلس الأمن في الضغط على الأطراف المتحاربة في اليمن لإبعاد هذا البلد عن حافة الهاوية والدخول في مفاوضات جدية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2 عامين. أسفر انفجار سيارة مفخخة في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين بجروح، كما لحقت أضرار مادية بسفارتي فرنسا وألمانيا. بلغ عدد ضحايا الانفجار الذي جد صباح اليوم بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية 80 قتيلا على الأقل وأكثر من 350 جريحا حسب ما أفادت به وزارة الصحة الأفغانية. وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية أن أغلب الضحايا من المدنيين تم نقلهم إلى مستشفيات العاصمة، موضحا أن سيارة مفخخة انفجرت ساعة الذروة الصباحية في جزء مزدحم من العاصمة يضم العديد من السفارات الأجنبية والإدارات الحكومية. وقد ألحق الانفجار أضرارا جسيمة بسفارتي فرنسا وألمانيا، وفيما نفت مصادر بوزارة الخارجية الفرنسية سقوط ضحايا فرنسيين في هذا الانفجار، أعلنت الخارجية الألمانية عن إصابات طفيفة في صفوف عدد من العاملين الأفغان بالسفارة الألمانية. ومن جهتها أدانت الخارجية الإيرانية هذا الهجوم وحذرت من مواصلة دعم بعض الدول للجماعات المتطرفة في المنطقة، واتهم الرئيس الأفغاني السابق حامد كارزاي الولايات المتحدة الأمريكية بدعم تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، ولفت إلى أن الهدف الرئيسي من ذلك هو زعزعة الاستقرار بالبلدان المجاورة من خلال استخدام الأراضي الأفغانية. في أول خطاب رئيسي له بشأن التغيرات المناخية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنه من الضروري تنفيذ اتفاق باريس للمناخ الذي وصفه بالتاريخي، داعيا قادة الحكومات والأعمال والمجتمع المدني إلى دعم هذا الاتفاق واتخاذ إجراءات لوقف الاحتراز العالمي. يأتي ذلك في الوقت الذي ستعلن فيه الولايات المتحدة إحدى أكبر منتجي الانبعاثات في العالم خلال هذا الأسبوع موقفها من الاتفاق، إما بالانسحاب أو بمواصلة الالتزام به. وسط تصاعد المخاوف من البرنامج الصاروخي الكوري الشمالي، أعلن الجيش الأمريكي أنه أجرى أمس تجربة ناجحة في اعتراض صاروخ باليستي عابر للقارات، وهو أول تجربة لاختبار نظام دفاعي يمكن استخدامه لمواجهة صاروخ يطلق من كوريا الشمالية. وقد أطلق الجيش الأمريكي صاروخا عابرا للقارات من موقع إطلاق في جزر في المحيط الهادي، وتمكن من تتبع مساره بنجاح. إلى أخبار الرياضة، حيث أجرى المنتخب التونسي لكرة القدم أمس بالملعب الفرعي برادس حصته التدريبية الثالثة استعدادا لملاقاة نظيره المصري في 11 من جوان القادم بأولمبي رادس لحساب الجولة الأولى للمجموعة 10 من تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2019. وقد وجه المدرب نبيل معلول الدعوة ل26 لاعبا استعدادا لهذا اللقاء في انتظار الإعلان عن القائمة النهائية في 2 جوان المقبل. يتحول المنتخب التونسي للكرة الطائرة اليوم إلى مونتينيغرو للمشاركة في الدورة الأولى للدوري العالمي التي ستجرى منافستها من 2 إلى 4 من جوان القادم، وسيستهل المنتخب التونسي لقاءاته ضمن هذه الدورة الأولى بمواجهة البلد المضيف في 2 جوان انطلاقا من 7 مساء، على أن يلتقي في مباراته الثانية نظيره الإستوني في 3 جوان على الساعة 4 بعد الظهر قبل ملاقاة منتخب تايوان في 4 من الشهر
الشهر ذاته. وسيخوض المنتخب الوطني الذي يشارك ب14 لاعبا الدورة الثانية للرابطة العالمية على أرضه بالتباري مع كازاخستان في 9 جوان، ثم تايوان في 10 من الشهر نفسه، قبل أن يختتم سلسلة لقاءاته بمواجهة مونتينيغرو في 11 جوان. وضع نادي بوروسيا دورتموند المنتمي إلى الدرجة الأولى الألمانية حداً لمشوار المدرب توماس توخيل مع الفريق 3 أيام فقط بعد التتويج بلقب كأس ألمانيا، وهو أول لقب يحرزه المارد الأصفر بعد 5 أعوام. توخيل أكد هذا الخبر بنفسه عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وكانت العلاقة قد توترت بين توماس توخيل وإدارة دورتموند عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة الفريق قبيل مواجهة موناكو في رابطة الأبطال، عندما تمت الموافقة على تأجيل المباراة 24 ساعة فقط على الاعتداء دون استشارة الإطار الفني. هذا وتتجه النية للتعاقد مع لوسيان فافر مدرب نيس الفرنسي لتولي المقاليد الفنية لبوروسيا دورتموند انطلاقا من الموسم القادم. في صفحتنا الثقافية، تم أمس افتتاح مهرجان المدينة بتونس العاصمة في دورته 35 بعرض للفنانة التونسية ليلى حجيج، عرض راوحت فيه بين المواويل والأغاني الطربية. بعرض عجبي للفنانة التونسية ليلى حجيج، تم ليلة أمس افتتاح الدورة 35 لمهرجان المدينة بتونس، والذي يتزامن كل سنة مع شهر رمضان. كل عام وإحنا خير بخير، إن شاء الله تونس ديما يعني عندها تظاهرات والمهرجانات وخاصة التنوع يعني الثقافي الخاص بالمهرجانات حسب يعني البرمجة الخاصة بشهر رمضان. سميناه العرض عجبي، فيه العديد من الفقرات، باش يكون ثم الطربي، باش يكون ثم التونسي، باش يكون ثم تحية للفنانة الكبيرة نعمة، الفيروز، أغاني ليلى حجيج الخاصة، يعني باش يكون برنامج متنوع إن شاء الله. السهرات التي كانت مزيجا من المواويل والأغاني الطربية نالت استحسان الحاضرين جمهورا كانوا أو فنانين. نتمنى لها التوفيق والنجاح ولكل الفنانين التوانسة. هادئة كعادتها ليلى حجيج، ما ينكر حد انها صوت رزين، يعني صوت طربي، صوت عنده مساحات شاسعة. عملت ان بون كيف حلوة برشا، ثم انه الحاجات هذه الطربية وخاصة كي تبدا حاجات زادة طربية لازم طربية وزيد تونسية، وهذا اللي عودنا به الطابع اللي عودنا به مهرجان المدينة. سانو في بليزير، عندنا حنين ليه. مهرجان المدينة في دورته 35 سيؤثث 19 سهرة رمضانية ليمتد بذلك إلى غاية 17 جوان المقبل بسهرات تونسية في أغلبها. عروض طربية متنوعة، القاسم المشترك بينها هو التعويل على الأسماء التونسية، ذلك ما كشفت عنه الهيئة الجديدة لمهرجان المدينة بصفاقس قبل يوم من انطلاق دورة رمضان 2017. الهيئة الجديدة لمهرجان المدينة بصفاقس كشفت في هذا اللقاء الإعلامي عن برنامج تنوع بين الطرب والمسرح والسمر الأدبي، ومحاولة أخرى لصيانة الذاكرة الإبداعية والتوقف عند مسيرة أسماء كشيخ بودية ومحمد الجاموسي، إضافة إلى التعريف بالأجيال الجديدة للمبدعين. درجة أولى مش يكون الانفتاح على أولاد الجهة لأنهم طاقات وكفاءات كبيرة، وفي نفس الوقت الانفتاح على أسماء ونجوم يشرفنا برشا أن تكون حاضرة في الدورة 21 لمهرجان المدينة بصفاقس، كما الفنانة نبيهة كراولي، الفنانة شهرزاد هلال، الفنان رجاء فرحات، الفنان فوزي بن قمر، الفنان جمال الشابي. أما سهرة الافتتاح فستكون بإمضاء الفنان زياد غرسة برفقة نخبة من عازفي الجهة خريجي المعهد العالي للموسيقى بصفاقس في سهرة تجسد اجتهادا في التعويل على الطرب والتراث شكلا ومضمونا وأداء،
أنا نحبذ أنه يقع استغلال الفضاءات التراثية، معناها علاش لا متحف القصبة وغيره من الفضاءات، حتى برج النار زادة كيف كيف، حتى تصير هيك الملامسة ما بين أو التفاعل ما بين الموضوع اللي والمهرجان وخصوصيته والفضاء وخصوصيته، يعني هذا اللي حبينا نعمله عليه، وإن شاء الله فضائيتنا التراثية تكون مؤهلة معناها باش تحتضن التظاهرات هذه. برنامج الدورة 21 لمهرجان المدينة يعكس رغبة جدية في حسن التصرف بما هو متاح من إمكانيات مادية شحيحة لم تسمح بوجود عروض عربية تثري المائدة المحلية للسهرات الرمضانية. تظل جزيرة جربة وجهة سياحية بامتياز، يتأكد ذلك من خلال اختيارها لتربص تحضيري لمسابقة ملكة جمال النمسا لسنة 17 و2000. وفي هذا الإطار تنزل المتسابقات في هذه التظاهرة ضيفات على تونس. 20 شابة مرشحة لاختبار ملكة جمال النمسا لسنة 17 و2000 حطوا الرحالة بمطار جربة جرجيس الدولي للقيام بتربص تحضيري استعدادا للفوز بلقب ملكة الجمال النمساوية للسنة الحالية. نحن هنا في إطار التحضير لمسابقة ملكة جمال النمسا، أحب تونس كثيرا ولكن لم أتمكن من رؤية شيء منها حتى الآن، أتمنى أن أشاهد أكثر خلال هذه الزيارة. إنها أول مرة أزور فيها تونس وأجدها جميلة. هؤلاء المشاركات في مسابقة اختيار ملكة جمال النمسا يزورون الجزيرة لأول مرة، وتأتي هذه الجولة في إطار الترويج لجربة كوجهة سياحية. رتبنا لهذه التظاهرة ملكة جمال النمسا منذ عام، وديوان السياحة بفيينا شارك في هذه المسابقة منذ 16 و2000، وزرنا تونس خلال سبتمبر الماضي، وهذا العام اخترنا جربة لأنها جزيرة العطل ولأن النمساويين يحبونها. السوق النمساوية من الأسواق السياحية التي يعمل المهنيين في القطاع السياحي بجربة استقطابها لهذه الصائفة، حيث تم ربط مطار جربة بمطار فيينا برحلة أسبوعية غير منتظمة ستنطلق بداية من الأسبوع القادم. ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. القوات العسكرية تواصل تعقب مجموعة إرهابية متحصنة بجبل سمامة بالقصرين عقب اشتباكات جدت بينهما فجراً. انطلاق العمل في المركز الحدودي فج بوزيان بتوزر، ووزير الداخلية يقف على مدى جاهزية القوات الأمنية في تأمين الحدود. روسيا تستهدف بصواريخ أهدافاً لداعش الإرهابي قرب تدمر، وأمريكا تبدأ في توزيع أسلحة على قوات كردية في سوريا. ونشير مشاهدين إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.